رحب فيك احد الابطال المتوجين اليوم في النسخه السابعه مرجان الملك عبد العزيز الابل، مبارككم هذا التتويج وهذا الذهب. الله يبارك فيك، طول عمرك ابو الجوهره، والحمد لله على كل حال. ما قصرتوا اليوم، انتم نافستوا للسنه الثانيه تتواجدون، وكانكم تقولون هذا الذهب ما راح نخليه. كيف كانت منافستكم؟ والله المنافسه كانت قويه، والشوط شوط الدق لا زال يعني له خوافي وله امور ما يعني ممكن يطلع لك شيء ما حسبت حسابه، وبس ان الحضور المهرجان الملك عبد العزيز يحتم علينا نحضر كل سنه، لو نجي نتفرج ما نشارك لازم نجي. هذا الانجاز اللي معكم اليوم كم مهره؟ مهره شيك مفتوح، ما 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 له مهر، ما له ما ينسى ما له سعر. الشرقيه فرديه معروفه تحدثون عنها الجميع، علوم الشرقية مستمرة، فهل في مفاوضات لبيعها أو بقاها؟ والله مستمرة وفي مفاوضات، بس احنا ما فتحنا مجال نهائيا، في مفاوضات كثير بس والله مجال ما فتحنا نهائيا. الشرقية مهيب للبيع، هي اللي تخلينا نجي نشوفكم ونشوف الشباب اللي موجودين هنا كلهم. كيف تشوفون التنظيم والمنافسات في المهرجان؟ والله التنظيم كل سنة أفضل وأفضل، يعني لو ترجع النسخة السابقة بتصاوير موثقة ولا اللي قبلها كل سنة أفضل وكل سنة متطور. وعلى من عبر منبركم حساب نادي الإبل نشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حذرين على اهتمامه بالموروث وعلى تطويره، وعلى كل سنة نشوف شيء جديد هو والفريق اللي معه. ونشكر الأستاذ أبو علي القحطاني، المهندس بندر القحطاني، على جهوده له والشباب اللي معه كلهم. نهدي الفوز لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف ونائب امير الشرقيه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان وجميع محبين الزين ومحبين الشرقيه. مشكور طال عمرك. الله يطول عمرك.